الأستاذ وهو يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية، فهل يجوز أن يستخدم رسم الإنسان أو حيوان كوسيلة تعليمية لتقريب القضية للطلاب أو لا يجوز؟ أقول جوابا عن هذا السؤال، لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التصوير عملا واقتناء، فكما لا يجوز للمسلم أن يصور صورة فكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة، وكما يقول أهل العلم في أصولهم الضرورات تبيح المحظورات. لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تبيح المحظورات قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها، أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها، فضبطا لها وضعوا بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجوا من الهلاك والموت، إلا المقدار، إلا ما اضطررتم إليه، فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه، إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما، إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضاني طازج وحلال في المئة مئة، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يقن صلبه. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررتم إليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي ترجع عاشرة هي حرام عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات، فالحادية عشر هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا ما اضطررتم إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم، فيأتي هنا أنه هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صورة للطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة، حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا بهذه الطريقة. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا من في نحن وراءهم لاهثين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نجم هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع وبالقسطاس المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيش له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ذاهب وآيب وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير حكم السابق، لأن نقول آرفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا، هذا نظام مضطرد. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدمون للطلاب صورة جمال ضروري بقى نحن نقدم للطلاب من العرب كمان صورة جمال. هذا مثال صغير وصغير جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور مهب ودب ما يشعر هذا المدرس بأنه هناك حاجة لتصويره وتقديمه للطلاب، وما يشعر بأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها.